السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديدة على قناتي قناة شيف جنان. اليوم عندنا جيت باش نصاوب واحد الحلوة أو لأنغاطو اللي هو كيجي جديد بزاف وكل شيء كيحمق عليه اللي هي لافورينوار، ولكن ماشي أنا اللي غادي نصاوبها اليوم، أختي معايا هي اللي غادي تصاوبها لكم، ودابا غادي ندوز باش نعطيكم المقادير. سلام البنات. بون بوغ المقادير عندنا 5 ديال البيضات، الا كانوا صغار كنديروا 5، الا كان البيض كبير كنديروا غير بعض البيضات كبار. كنفرقوا البيض على الصفر حيت كل حاجه كتخدم بوحدها. كنديروا معها كاس العنبه ديال السكر سنيده، ما كنكثروش السكر حيت باقي لا جينواز كتسقى من البيض. بعد هادو راه غير المقادير ديال لا جينواز، حتى من بعد غادي نشوفوا المقادير الاخرين. عندنا كاس العنبه ديال الزيت، قبصه ديال الملحه، 3 د لي ساشي ديال الخميره، 2 د لي ساشي ديال الفاني، 3 د لي ساشي ديال الكاكاو، سينو اللي عندهم الكاكاو ديال العبار كيديروا 2 معالق كبار، وعندنا 2 كيسان ونص ديال الفرص مغربي. الوغ انا البنات جو بريفير توجور نبدا بالخدمه ديال البيض البيض، باسكو هادو ديما كيخصهم يكونوا نقيين وناشفين. الا تسنيت خدمت بهم صفار ومن بعد نغسلهم ونشفهم، الا بقات غير شي نقطه ديال الماء ما كيطلعش ليا البيض البيض ديالي. دونك كنبداو بالبيض البيض ديالنا، كنعملو قبيصه ديال الملحه كيف ما قلنا، كنديرو ديك القبيصه ديال الملحه ديالنا وكنخدمو البيض البيض ديالنا على بركه الله. دونك فوالا كنطلعوا هاد لو بلون اون نيج فريمون حتى كيولي واقف شاد راسو. فوالا هادو تا هما دابا غندوزو للصفر. اكزاكتومون. واحد المعلومه البنات، ما تنساوش باللي البيض كيخصنا نجبدوه قبل ما نبداو الخدمه، او موان واحد ساعه ساعتين قبل باش البيض ديالنا كيولي بحراره المطبخ، سينو الا بقى بارد ما كيطلعش لينا وما كيجيناش داكشي زوين. دونك دابا غادي نشد 5 ديال الصفر ديالي، غنزيد عليهم سنيده. فوالا غنزيد هاد لي دو ساشي ديال لافاني. اللي عنده لي ساشي د فاني هكا ديال السكر فاني يديرهم، اللي عنده الروح د الفاني يديرها، اللي عنده داك الفاني اون بودغ يديرو. دونك لي بغيتو. وكنبدا الخدمه. دونك فوالا هانتوما كيف ما كتشوفوا هاد الصفر البيض ديالنا قربناه حتى رجع بيض، حتى كيولي كاريمون تقريبا بحال اون موس. دونك دابا كنشدو كنزيدو هاد الكاس العنبه ديالنا ديال الزيت. فوالا وكنبداو نخدمو بشويه. فوالا خدمنا ديك الزيت مع البيض مع صفر البيض، سمحوا ليا. دابا غادي نبدا نزيد الفرص ديالي اللي غربلتو من قبل، غادا نزيدو بشويه بشويه. دائما الفرص راه ما كيتزادش في خطره، حيت على حسب النوعيه ديال الفرص وعلى حسب واش البيض واش كبير ولا صغير. دونك الفرص شويه بشويه باش نتوما كتخدموا نتوما كتشوفوا واش باقي خاص الفرص ولا بركه، حيت كاين الفرص اللي كيشرب دغيا وكاين الفرص اللي لا. دونك فوالا نبدا نزيد بشويه بشويه. دابا غادي نزيدو داك الكاكاو. فوالا حيت كيخصو تاهو يتزاد مع الدقيق حيت هو كيشرب. فوالا فوالا زيتيني. انا في لي غاطو ديال هادشي ديال لاباتيسري، انا هاد لافواري نوار هي اللي كتعجبني. انا جو بريفير توجور دوك لي غاطو لي الانسيان اللي كيكونوا فيهم اون جينواز مسقيه زوينه ومعاهم اون كريم، انا هادشي اللي كيعجبني. ما هادشي دابا اللي ولا دابا قوت لي موس وداكشي نو، ما عنديش معاه بزاف. بون فوالا احنا درنا الكاكاو ديالنا، نزيدو 3 د الخمارات ديالنا.
هي راه ما تيكون فيها لا جينواز ديال هذا، ما كيكون فيها لا حليب لا دانون لا حتى شي حاجه. بيض زيت الكاكاو الطحين والسكر السكر وهكا الخميره ديال الحلويات. بون غنبقى نحرك بشويه بشويه حتى يندمج ليا هادشي مع بعضو. غادي نديرو واحد معلقه ديال الخل كبيره، معلقه حتى لجوج معالق كاع اللي بغى، حيت هو كل ما الخل دائما كيخلي لا جينواز تجي خفيفه وكتجي مفشفشه من الداخل، كتجي زوينه بزاف، كتجي كتذوب في الفم. سمحوا لنا راه مشات لنا ديك لابارتي اللي فاش زدنا كيحسبنا صورنا، فاش زدنا شويه ديال البيض البيض من الاول راه مشات لنا ديك لابارتي. المهم كتبقاو كتزيدوا بحال هكا البيض البيض شويه بشويه على داك الشيء اللي خدمتو بشويه بشويه، وما كتبقاوش تحركوا بالجد باش داك البيض البيض ما كيهبطش وما كيتهرش. كتبقاو شويه بشويه كتخدموا من التحت للفوق من التحت للفوق حتى كتدخلوا داك البيض البيض كله في داك العجينه ديالنا. وبالنسبه للفرص ديالي، الفرص ديالي انا كان شويه كيشرب دغيا، دونك انا ما درتش دوك جوج كيسان ونص، درت غير كاس ونص ديال الفرص، حيت ما تنساوش حتى الكاكاو كاين، دونك حتى الكاكاو راه كيشرب. دونك فوالا كنبقى نحرك من التحت للفوق باش ما كنهرش داك البيض البيض ديالي. فوالا حتى كيتخلطوا كاع العناصر مع بعضهم. دونك فوالا هذا هو المول ديالنا، درنا ليه درنا فيه ورق الطبخ ودرنا بالزبده هكا في الجناب باش كي باش هاد ورق الطبخ كيشد راسو. بوغ هاد المول هذا هادشي هادو راه كيتباعو عند مالي الحلويات، راه فيه 24 سنتيم على 19. دونك فوالا. وبالنسبه لا جينواز ديالنا هي ما كتجيش خفيفه بزاف و اون ميم طون ما كتجيش ثقيله بزاف، واصلا هاد البيض البيض اللي كنخليو حتى الاخر ونزيدوه كيخليوها تبان بحال كتبان موسوس. بون فوالا حنا لا جينواز ديالنا خويناها في المول توت الوغ، راه شرحت لكم كيديروا في المول وشحال فيه. كديروها في الفران على درجه حراره 180. دونك كيف ما قلت لكم كنديروا لا اسمحوا لي جاني الضحك، كنديروا لا جينواز ديالنا على الفرن. سمحوا لي داس واحد الدبانه ضحكاتني من قبيله وانا كندير لها ها ما بغاتش تمشي. دونك كندخلوها على درجه الحراره 180. سمحوا لينا احتراج جا الفوق جا المود ديال الضحك، ما عرفتش علاش ضحكت الدبانه هي معروفه كتضحك على اي حاجه. المهم غادي ندخلوا هاد لاجينواز ديالنا للفران مسخن من قبل على 180 درجه، غادي نخليوها لو ماكسيموم واحد نص ساعه ونطلعوا عليها. وعلى حسب الفران ديال كل وحده، كاين اللي الفران ديالها مجهد يعني تنقص على 180 دير 170 درجه وتخليها كما قلت لكم نص ساعه، تشعلوا عليه غير من التحت ماشي من الفوق غير التحت وصافي. وبالنسبه للناس اللي عندهم فرن ديال الغاز راه بحال الكيك، بحال الكيك اللي كنديروا العادي كنشعلوا عليه وكنمهلوا العافيه دميه بحال ملي كنطيبوا الكيك وكنطلعوا عليها مور نص ساعه صافي ونتلاقاو من بعد. دونك فوالا انا رجعت دابا غادي نقول سمحوا لي بعدا على قبيله، انا انسانه كيجيني الضحك على اي حاجه ما كنقدرش نحبس الضحكه فاسيلمون. سمحوا لي هنايا غادي نوجد لو سيغو ديال لا جينواز. عندي كاسونس ديال الماء، كاسونس ديال العنبه ديال الماء مع كاس ديال السنيده ومع ساشي ديال الفاني صافي، كنديرهم فوق العافيه حتى كيوجد لي ان سيغو كيجي خاطر شويه هو باش كنسقي لا جينواز. دونك فوالا. دونك هنايا البنات بوغ لا كريم دايره هنايا جوج معالق ديال الفرماج بلون، اي فرماج بلون عندكم يعني ماشي مشكل. وبالنسبه لا كريم اللي كنستعمل انا كنستعمل هذه الا ديجا سكري يعني ما كنحتاجش نزيد السكر ولا شي حاجه وحلاوتها زوينه. انا هذه هي اللي كتعجبني وانتم اختاروا اللي بغيتوا ديروا اي منتوج كترتاحوا ليه نتوما صافي. دابا كنخوي لا كريم ولا كريم تكون ضروري ما تكون بارده مزيان مزيان باش نحل من الجهه الاخرى باش تهبط لي فاسيلمون. فوالا ودرت واحد جوج ديال لي ساشي ديال الفاني. صافي دونك فوالا كنطربوا لا كريم حتى كتجي عقده. ها نتوما شوف عقده ها نتوما البنات، هذه هي لا جينواز. ملي تخرجوها من الفران دائما قلبوها على شي شبكه باش حيت خليتوها في المول
كتعرق وكتولي معجنه، حيت ماشي بحال الكيكه العاديه. هذه دائما ملي تحيدوها صافي باش ملي تخرجها من الفران دائما قلبوها على شي شبكه باش كتهوى مزيان وما كتعرقش. دابا حنا غادي نقسموها للطبقات. البنات قسمنا لا جينواز ديالنا على ثلاثه. هنا داك لو سيغو اللي وجنا قبيله اللي فيه السكر والماء والفاني. هنايا لي سوريس كونفيت قطعتهم صغيورين، نوريكم لا بواط ديالهم. ملي هادي هادو شريتهم من عند دوك صحاب اللي كيبيعوا داكشي ديال الحلويات. كنت بغيت نشري الاخرين اللي كيتباعوا في لي غون سورفاس، مي مالوغوزمون ما لقيتهمش، دونك خديت هادو. مي هادو كيجيو زوينين. ودابا غنبداو نسقيو لا جينواز ديالنا. اختي راه كنفقصها شويه باسكو هي محترفه عليا، انا باقي مبتدئه في هادشي ديال الباتيسري. كي خصها تجي مسقيه مزيان باش كتجي زوينه، ملي كتجي ناشفه ما كتجيش زوينه. بعد ما سقيتها بداك لو سيرو دابا غادي نجيب غندير لا كريم. دابا بعد ما دهنا لا كريم هنايا فوق لا جينواز ديالنا غنديروا لي سيريز. فوالا كتفرقوهم، كل واحد كيدير القياس ديالو كيبغي. فوالا بعد ما درنا دوك لي سيريز فوق من لا كريم كنديروا الطبقه الثانيه ديال لا جينواز. وبنفس الطريقه ديال القبيله غنسقيوها، غنديروا لا كريم وغادي نديروا لي سيريز. كنكملوا بنفس الطريقه حتى كنساليو. البنات ها هي الحلوه كملناها، درنا دوك الطبقات كيف ما وريناكم. باغ لا سويت دهناها كامله بلا كريم. هنايا هذا سي دو شوكولا غابي، ها انتم غابينا غير بالموس هكا كيجي. فوالا لهاد لي طاب هادي اللي كيخصكم ديروا لو شوكولا في جناب وفوق منها ضروري ديروا شي حاجه هكا لتحت باش كاع داك لو شوكولا اللي كيطيح ما كيضيعش، كتعاودوا تستخدموه. دونك فوالا بشويه بشويه كتبداو ديروا لو شوكولا. فوالا كنعتذر انا شويه مبتدئه في هادشي، مي بون فوالا غندور لكم باش يبان لكم. بون ديك لا بارتي اللي درت ليها الشوكولا ها هي. دابا كندير من الفوق وكنكمل كندهن الجناب كامل. دونك كتكملوا بنفس الطريقه، كديروا الجناب وكديروا الفوق ديال لو غاتو كلشي. بون البنات هادي هي لا فوغي نوار ديالنا بوغ تزين، كل واحد يزينها كيف ما بغى. قبلوا عليا على الشكل ديالي، راه كيف ما قلت لكم انا مبتدئه في هذا الشيء. وليسانسييل هو انا لا جينواز ديالها كتجي فريمون خفيفه وكتجي مسقيه مزيان زوينه، ودوك لي سيريز كيعطي فيهم واحد المذاق زوين. غادي نقطع واحد لو مورسو دابا باش تشوفوا. غنقطع واحد لو مورسو دابا صافي ليا. ها هو لو مورسو ديالنا. بنت اختي سمعتنا كنضحكوا حتى هي كتضحك معنا. ها فوالا شفتوا لي سمحوا لينا بزاف، انا عارفه بانكم مولفين لانني معقوله في لي فيديو ديالي اختي هكا دايره الشكل ديالها كتضحك على اي حاجه، ما عرفتش دابا هي اصلا علاش كتضحك. بون هذه هي لا فورينوار ديالنا، هانتوما شوفوها كيفاش كتجي من الداخل. كيجيو الطبقات ديالها زوينين بزاف، المهم كتجي رائعه، كتجي خفيفه. هذه هانتوما ما بيتاش كاع ليله كامله وتقطعات لينا فاسيلمون، ما تفرتت ما حتى شي حاجه.
ما قدرتش نصبر عليها تتبات، دونك انا غندوق دابا منها. فوالا، قولي لهم كيفاش جات. هي كل ما بقات في الثلاجه كل ما باتت كل ما كتجي احسن وكتجي غزاله بزاف، حتى هكا جات لذيذه. دونك هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم واخا فيه هاد قوه الضحك هذا بزاف. سمحوا لي حتى انا على الضحك ديالي بلا قياس، ولكن انا هكا دايره ان شاء الله. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو مقبل ان شاء الله، وعلى امل ان نلقاكم في صحه جيده واحسن الاحوال ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.